يقول: كنت أتعاطى المخدرات، وعندما عزمت أن أبتعد عنها حلفت على زوجتي بالثلاث: طالق 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 لو عدت للمخدرات. وقبل شهر من الآن عدت لتعاطي المخدرات، لكني لم أقرب زوجتي منذ ذلك التاريخ، ونيتي أن أقوي عزيمتي، فما الحكم؟ الحكم لازم تحضر عند القاضي في المحكمة أو تأتي للإفتاء، المفتي في بلدكم أو في هذا البلد، تحضر لدار الإفتاء أو لجنة الفتوى المعتمدة وتسجل سؤالك عندهم وهم ينظرون في هذا الأمر، أو في المحكمة الشرعية. نعم.